إلا طليتي على الامتحانات الأعوام الماضية اللي التلاميذ خدموا معاهم الأساتذة مزيان في القسم وداروا لهم مراجعة وخدموا امتحانات بزاف وداروا الفرد رقم واحد والفرد رقم زوج والفرد رقم ثلاثة في الدورة الثانية وحطوا لهم المات سهل، يعني الأعوام اللي فاتوا كان كيتحط المات باسل سهل خرجوا راه انتوما كاملين خرجوا الرياضيات ديال الأعوام اللي فاتت كاملة بالعادية بالاستدراكية خرجوهم كاملين، يعني سهل بزاف. هذا العام اللي انتوما تحبسات القرايه في شهر 3 ما دوزتوش الفرد رقم 1 والفرد رقم 2 والفرد رقم 3 ديال الدوره الثانيه، ما بريباريتوش مزيان، كنتو غير كتقاتلوا في يوتيوب، مجلوق من شين لشين في يوتيوب، مجلوق من الاستاذ للاستاذ ومبزز ومستريسي وما شنو، يعني كانوا خاصهم اوموان ما يحطوهش ساهل، يحطوه غير كما حطوه في الاعوام اللي فاتت، حطوه غير كما حطوه في 2017 و2018 و2016، ما يحطوش هاد المات اللي حطوه بحال هكا. هاد المات اللي حطوه دابا خاص شي واحد يكون بريبارا ديال بصح ويكون دوز فرد رقم، ما نكذبش عليك ما نقولش لك ديك الهضره ديال لا حكاره الامتحان كون خدمتي لا ما كاينش كون خدمتي امتحان حطوه صحيح ما حطوش كما الاعوام اللي فاتت. الا شفتي الاعوام اللي فاتت ما غتلقاش ان امتحان بحال وتحط مخربق مختلف، دونك ما غنبقاوش نبكيو ونشكيو وكذا وكذا، دونك غادي نساو هذا الامتحان ونركزوا على الفروض الجايه، دونك نركزوا على الامتحان ديال العشيه ديال الفلسفه ونركزوا على الامتحان ديال الغدا ديال الاس في بي ان شاء الله ويكون خير. دونك نسى تصح دموعك ياك، تصح دموعك اللي كنتي كتبكي وغتجمع كتبه كامله ديال الماتات تحيدهم وغتجبد ليا الفيلو تحفظها ولا تقاد ليها داكشي اللي باغي تقاد صافي وغتنساها وغتدخل الفيلو ركز فيها مزيان، من وراها غتركز على الماده ديال غدا ديال بصح، غدا هو الجوكر ديالنا كنا كنتسناو ان الماتات تحط. المهم كنت حسر بزاف، كنتمنى انكم تكونوا بديتوا معايا من الشحال هادي، الناس اللي بداو معايا شحال هادي اقسم بالله المهم جاهم بعدا جاهم عادي واحد شويه، اما الناس اللي بديت معاهم غير هاد السيمانه هادي ولا جوج سيمانات كنتاسف وان شاء الله غادي تعوضوا في المواد الجايه. ماشي مشكل راه ماشي غير عليك انت، راه المغرب كامل طاري هاد المشكل، راه المغرب كامل جا صعيب، يعني ماشي غير انت كامل صافي ساهل. اسمع اهم ستوري في هادشي كامل اللي غنقول، اسمع مزيان، ملي كيكون الامتحان صعيب كيتساهلوا في التصحيح اقل مزيان، ملي كيكون الامتحان صعيب كيتسهلوا في التصحيح، دونك تقدر تكون غير بديتي شي سؤال بالعلاقه وكذا كذا غيحسبوا لك صحيح اقل عليه مزيان، غتصدم في النقطه ديالك ديال المات. الله يعاونكم، حقا بغينا نطلعوا النيفو ديال المات، سيرو تطلعوا النيفو ديال الاساسيه ديالكم اللي ما كيعرفوش يشرحوا وما كيوصلوا حتى شي حاجه، عاد طلعوا النيفو ديال الامتحان نتوما الاساسيه عندكم زيرو بغيتوا تطلعوا النيفو ديال الامتحان، شنو بنادم راه ما تيعرفش يدير الشقاق ديال اكس بو اكس ناقص 4 حفظتهم اكس بو اكس الشقاق ديالها هو اكس بو اكس، دونك مشى حطيتو ليه اكس بو اكس ناقص 4 ما عرفش يدير لها الشقاق، هذا راه ماشي غلط من التلميذ، راه غلط من دوك الاساسيده اللي كيحفظهم داكشي الساهل، تيطلعوا النيفو الاساسيده عاد طلعوا النيفو الامتحان.